ونحن نحتفي اليوم بالملحمة الوطنية هذه والإنجازات التي رافقتها، ندرك تماماً أنه ما زال أمامنا العديد من التحديات. فعلى الصعيد الأمني يوجد عدم الاستقرار وآفات الإرهاب والجريمة العابرة للحدود في جوارنا المباشر، ويواجهها الجيش الوطني الشعبي الباسل الذي نحييه مرة أخرى. غير أن جيشنا في حاجة إلى شعب واعٍ ومجند ويقظ لكي يكون سنداً ثميناً ودرعاً قوياً للحفاظ على استقرار البلاد. صحيح أننا نتمتع بتقدمنا الاقتصادي والاجتماعي، غير أننا واعون كل الوعي بضرورة المزيد من الفاعلية الاقتصادية لكي نضمن دوام خيارنا المقدس المتمثل في العدالة الاجتماعية.